اسمي حكيم هلال، في الاساس بلعب طنوره، ودلوقتي بقيت مدرب طنوره متخصص في تفصيل الطنوره ولبسها، وطبعا دي هوايه اساسا عندي. يعني احنا بيجينا اي زميل من الزملاء بيبقى عايز يفصل طنوره، فبنطلب منه الالوان اللي هو عايزها، واحنا بننسق الالوان على حسب تركيب الالوان اللي تليق جنب بعض، فبيجي يختار بقى الحاجه اللي هي على خياله. لو في حاجه غلط طبعا انا بنبه عليه واقول له لا دي مش هتمشي دي كده، لان طبعا انا المشاهد ليه، فاللي بيعجبني ببدا انفذه له بعد اقتناعه. يعني ناخد مقاساته، مقاس الوسط ومقاس الطول بالنسبه للجيب نفسه. بنبدأ بقى ننزل نجيب القماش والخامات زي ما كانتش متوفرة عندنا، وببدأ أقص البطانة على حسب المقاس اللي أنا خدته، وأبدأ أبطن، وبعدين أتخيل الشكل اللي إحنا عايزينه أو الزميل اللي هو بيلف تنورة عايزه أو كده، وببدأ أشتغل بقى على المكنة. طبعا الوان التنوره كتير قوي، والواحد بخبرته عارف هيركب اللون الاحمر جنبي ايه. هم كانوا تلات الوان، بدات تتطور ان احنا نجيب ايه التلات الوان يبقوا جنب بعض، بدات تتطور ان احنا نجيب الخمس الوان جنب بعض. اشكال كتير يعني، احنا حتى توصلت ان انا بعمل اللي هو قوس قزح بتركيبه الالوان اللي هي سبع الوان. بدات تتطور ان انا ادخل فيها الاشكال الهندسيه، والاشكال الهندسيه هي اللي بتبقى واضحه في التنوره، لان التنوره عباره عن دايره، الدايره بنحط فيها الخطوط، ففي الابعاد بتاعتها وهي بتلف الخطوط بتبقى واضحه جدا، وبنبدا ندكك فيها السير او السلب على حسب راحه اللاعب نفسه. نبدا ندكك السير اللي فيها تحت ونلف بيها، نعمل بيها تيست لحد لما السير يبقى واخد وضعه الصح، وندبس السير، ونروح مقفلين خياطه على الباكيه على الدخله اللي هي بندكك منها السير، وكده بتبقى التنوره جاهزه على ان الواحد يلبسها ويشتغل بيها. الاساس اللي بيتعمل عليه التنوره لازم يبقى قطن 100%، دي اساس التنوره. لو ما اتعملتش قطن 100% مش هتفرد معاه، وهتعمل موجه، يعني هتقابله مشاكل كتير. طبعا هي التنوره حسب الشكل او الطلب بتاعها، ممكن تنوره تخلص في يوم، ممكن تنوره تخلص في يومين، وممكن تنوره تخلص في 15 يوم. ال 15 يوم دي بقى احنا اساسا بنجهزها، وبتروح ورشه في الخياميه بتتعمل هاند ميد، طبعا بتاخد لها فتره قبل ما بتخلص، فعشان كده بتاخد ايه الوقت. بتجي لها من عند الخياميه بنبدا نشطبها. مرحله التجهيز هي اللي بتاخد وقت، احنا بنجهز الحاجه بنبطنها وبنبدا نعمل الشكل اللي احنا ايه عايزينه. طبعا قصه التنوره طويله، طبعا هي من العصر الفاطمي موروث شعبي، طبعا احنا اتولدنا لقيناها في الموالد، ودلوقتي انتشرت في الاماكن السياحيه، في المطاعم السياحيه، شرم الشيخ، في الغردقة، في الأقصر.